سونيا جبالي، كاتبة العامة تاع النقابة الأساسية شركة تجهيز الطيران. مطرودة، أنا المهنة متاعي توا مطرودة، عندي بريسك 8 سنين ونص وأنا نخدم مترسمة. طردني نعرفش علاش، سجلوا كل أسف معناها ثم اعتداء سار على الحق النقابي في هذا القطاع، وهذا الاعتداء يتمثل معناها في طرد النقابيين. كونديت ترافاي تونيزيان ا بلافوني لاندميتي دي دوماج انتيري بور لسانسيمون ابوزيف انسي كو لا غراتيفيكاسيون دو فان دو سيرفيس. دونك لو جوج ايت اوبليجي دو سو ليميتي او بلافون. Ça, c'est sur le plan légal. Et puis, les filles n'ont qu'une année pour agir en justice. هذه معناها حادثة من حوادث تسلط رأس المال بصفة عامة المتوحش اللي أقدم على طرد نقابة أساسية، 3 عناصر نقابية و7 من العاملات بدون يعني مبرر. حسنا هذا الكل، حسنا زاد السالير نتاعنا سويت البروجي كلاسيفيكاسيون بروفيسيونيل اللي فالوريزينا بيه الكاباسيتي والكومبيتونس نتاع لي زوفريي في السوسيتي هذه، على خاطر السوسيتي هذه تطلب عباد باك باك بلس مي تفالوريزيهم كو نيمبورت كيل اوفريي افيك تو مي ريسبي لي زوفريي الاخرين، مي انت تو دوموند ان تيل كومبيتونس il faut que tu le valorises. ومطرودين احنا من دي لو كرياسيون تاع السنديكا نتاعنا اللي دار قرار باش طردنا ونظلنا، وانا طردت وعاودت رجعت نخدم. وين طردت سويت اون كونسي ديسبلين ايليغال معناها عدونا على الكونسي بسبب رفي دي ترافاي، والبريود هذيك احنا ما عندناش خدمه اللي هو معناها سبب ماهوش صحيح. المطالب اللي رفعوها العمال حب عبر النقاب نتاعهم في تحسين الوجود، تحسين الأوضاع المعنوية، فرض الحق النقابي داخل المؤسسة، الاهتمام بالظروف الصحية داخل هذه المؤسسة، الشيء الذي لم يرق لصاحب المؤسسة وعمد إلى طرد أعضاء النقابة، وكذلك حزام النقابة الأساسية بشكل قانوني وبشكل تعسفي. التهمة الوحيدة اللي يمكن نوجهها لهم أنهم كانوا ملتزمين بالدفاع على قضايا منظوريهم المنخرطين في الاتحاد العام التونسي للشغل ضد كل أشكال الغطرسة والهيمنة والاستعباد اللي تمارس فيه شركات الاستثمار الأجنبي، وخاصة هذه الفرنسية بالذات هذه الشركة. العمل النقابي اللي حسنا به وضعية الشركة، خاطر دي ريكريتمون تاعنا في السوسيتي هذه لقينا دي كونديسيون خايبين برشا، هذا كل ما عجبش السوسيتي تاعنا على خاطرها مستيسة تخدم أوغ لا لوا، مستيسة تخدم أوغ الكادر دو لوا. قمنا بعديد المحاولات الصلاحية معناها، لكن فما سيرتان بلوكاج. علاش؟ معناها إدارة المؤسسة متمسكة، الناس هذوما لا سبيل باش يرجعوا للعمل. خاطرنا قاعدين نعيشوا سومي ناس، كل يوم هل تجيب الطرد، كل يوم قاعدين نتعرضوا للإهانات. في البروجي هذايا توعدنا 20,000 مرة باش نطردوا، ونكا وما ناخذوش للإغراءات الإدارة كما يعطيونا دي بوست دي كادر دي سالير كرهبة لينا. توجهنا للتفقدية، توجهنا للاتحاد، إلى حد الآن ما لقيناش حتى حل. السبب الحقيقي بالطبيعة اللي احنا كنا واقفين مع السنديكا نتاعنا ونحبوها تبقى في سوسيتي، هذيك علاش احنا طردونا. رأس المال المتوحش اللي بالنسبة ليه العامل هو رقم ماتريكول لا يعني في شيء وضعه الاجتماعي، بالنسبة ليه ينتج، وإذا طالب بحقه يطرد ويداس ويعتدى عليه. وقت اللي احنا رفضنا بون تعدينا تو تشوفوا باش تطردوا، كي تقعدوا في السوسيتي هذه اجي حاسبوني، امشوا للاتحاد نتاعكم هذاك زعيم كان في التفليم كي رجعكم اخدموا اجوا حاسبوني. الدوله راهو احنا نحكموا فيها، انتم تعيشوا كالحيوانات في الغابه، راهو ما عندكمش حتى قانون ينظمكم. ديزارسيلمون سيكسييل، سبين، سكر فمك، حاشيك يبهيم، ما مصدق ما تفهمش لو كي احنا نصوم بريسك 80% ديزينير ديبلومي يونيفرسيتير. خارجه مد لي ورقه قال لي ما عادش تجي تخدم ساي فان كونترا. قال لي برا امشي للاتحاد نتاعك تو هو يرسمك ولا يلقى لك حل. تنزلنا عليهم على خاطر الناس كلها خايفين، اللي كل واحد خايف على روحه لا يطرد من السوسيتي. انا ديما نقول كلمه لا بور اتيي لا فوا دو توت لي ساليري، بالحق العبيد خايفة 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 على الاخر، مي راهي تحب السنديكا ترجع.
بالنسبة لنا طبعا كاتحاد جهوي للشغل ببن عروس معناها من واجبنا باش نكونوا واقفين إلى جانب النقابيات الثلاثة والعاملات السبعة المنخرطات بالاتحاد العام التونسي للشغل. ريمون لي كونديسيون ما عادوش كيما بالضبط كيما كانت معنا السنديكا، توا رجعنا كيما كنا قبل بلاش سنديكا. واحنا مازلنا مواصلين، آخر جلسة تمت الأسبوع الفارط، آخر جلسة مازلنا في نفس المواقف فهمت، لكن معناها ما كليناش. Il faut signaler que les filles n'ont pas une protection, les syndicalistes particulièrement n'ont pas une protection spéciale, contrairement au droit français. Tao presque قريب نعملوا العام وما لقينا حتى سلطة سمعتنا. وتصور انت بنية تخدم على دارهم وتعاون في بوها انت ريتي، وتو لحظة هذية أصعب لحظة أنا واقفتها، بما أني عاودت رجعت نفس البقعة ونفس التراجيل اللي كنت ديما نجيه كل صبيح. أنا كنت parmi les meilleurs معناها، j'étais brillante في الخدمة نتاعي والناس الكل يعرفوني والناس الكل يشكروا في الخدمة نتاعي، مالغري استغنوا عليا معناها بطريقة خايبة على الآخر، ولقيت روحي برا حاجة توجع برشا فريمون كها. مي أبارامو كما قال دانيال بيراردو نعيشوا كل حيوانات في غابة، ما عندناش منظمات تخونا حقنا، ما عندناش شكون يضرب علينا، المستثمر هو البرومي ديسيدور. الظلم هذايا ما حس بيه حتى واحد نتصور، أين هذايا الكل علاش؟ على خاطر احنا سانتير سانديكال وقفنا مع السانديكال تاعنا. مي رانا احنا جيسكو بو اون فاليتي بور نوتر ريانتيغراسيون اي اون دوموند اوجوردي لانترفونسيون تاع ليتا فرونسيز. En tous les cas, il faudrait que cette question de droit, de liberté syndicale vraiment soit débattu comme il faut en Tunisie et qu'on fasse une campagne contre ces multinationales qui vraiment recourent à tous les marchandages. وصار الجلسة حتى أشرف عليها السيد الوزير، والسيد الوزير وأقنع معناها حتى السيد الوزير، وزيرنا احنا الدكتور خليل الزاوية وسيد وزير الصناعة كيف حاولوا يقنعوا الطرف النقابي، راهو معناها يلزمكم حتى كان فما مجال للتضحية سي المومون، إذا كان باش نضحيوا معناها في حدود 10 مواطن شغل باش نضمن استقرار علاقة مهنية في القطاع هذاك ونجيبوا لبلادنا معناها آلاف مواطن شغل، علاش لا؟ في الاتحاد نحن بطبيعة الحال ساند كل هيكل النقابية بطبيعة الحال، وبما في ذلك أعضاء النقابة الأساسية لهذه المؤسسة، متمسكين بعودة أعضاء النقابة كلهم إلى سلف عملهم، رغم أن المؤسسة معناها صاحب المؤسسة اقترح مبالغ مالية على أعضاء النقابة، ولكن أعضاء النقابة تمسكوا به أولوية مطلقة في التشغيل وفي العمل النقابي داخل هذا المصنع. مسيو فرانسوا أولاند، أون فو با لي فيلم نو لي تونيزيان. وقت اللي تجي تحكي في تونس على الحق النقابي وعلى حق الحق الديمقراطي وعلى حق الإنسان وتزور فرحات حشاد، رانا احنا ما نحبوش لي فيلم، نحبوا حاجة سيغ تيغان. دونك شنو هي الكونتراديكسيون هذه مسيو فرانسوا أولاند؟ Nous sommes aujourd'hui exploités par les patrons français. احنا اليوم نطلبوا تدخلاتك كإطامه عندها نسبه كبيره في الايربوس، وكرئيس يحكي برشا على حق التوانسه سورتو معناتها ويتباهى بالاتحاد العام التونسي للشغل. احنا راني اليوم مطرودين، شنو تنجم تعمل لنا؟ ميرسي.